guidance to the Imam Bismillah to please give his personal intuition or inspiration on the subject and everything else. And inshallah, after that, please note, write down your questions if you have something to ask in reaction. Tafadhal. Assalamu alaikum. Ayman Shabagi, born in a small town. It's no longer small nowadays. Called Khouribga. So, Khouribga d'origine, born in 1985, and at the age of 3 years, exactly in 1988, I left Morocco to go and live in another country. Of course, you don't make those decisions when you're 3 years old. It's always your parents' decision, so you follow. فالتعليم الأول ديال الوالد كان في القرية الصغيرة 500-600 واحد ساكنة و أول لي سوفونير ديالي كانوا هذه القرية هذه الصغيرة أبارتير ديال من 3 سنين كانت قرية ما فيهاش الماء الصالح للشرب وما فيهاش الكهرباء ما كانش الضوء ما كانش الماء الضوء ما كانش باسكو ما وصلش الكورو الكتريك والماء كانت الحكومة كلها خميس من الخميس للخميس اللي هو الويكاند عندهم خميس الجمعة من الخميس للخميس كيرسلوا لنا دي كاميون سيدان وكل دار عندها ادرام واحد الخزان ديال الماء في السطح كي السعه ديالو 300 كيترو 300 liters so you have like 1 week 7 days to manage your 300 liters and سياق جفاف طيب عوم دير اللي بغيتي المهم 300 كيترو دبر راسك معاها So we learned something in our chapel, which is how to deal with scarcity and rare things. Especially to have them at the region, the clan, the kinish. حاجة خرابة بمعنى ما كانش الكهرباء, so we didn't have the luxury of having a refrigerator. فبمعنى ما كانش الثلاجة, ما كانش تخزن الماكلة, we were always forced to eat what we prepare each day. ما كانش خزان ففي عودنا نجمدوا الاكل اللي كنجفوا فكاع داك اللحم المقدد جميع انواعه الحوت اللحم الدجاج كل شيء قدناه وتعلمنا هذا من ناكلو باسكو ما كوبي با تو سامبلومون لو ستوكي بشي طريقه اخرى من غير التشبيه فالعيش في الظروف هذه في قريه صغيره لا ماء لا كهرباء لا تلفازه لا راديو لا تليفون كتعيش واحد النوع ديال الخلوه جميله صراحه وكتكبر في واحد النوع ديال الهدوء عجيب حيت القريه ديال السويح هي كتطل على واحد البحر كيتسمى المحيط الهندي وورا القريه كاينه صحراء تدجت دايوغ باش توصل لهاد القريه هاد السويح كنا كنركبو في دي رانج اوفر ولا دي جيب كبار وكنضربو تقريبا اكثر من ساعتين وسط سان ديونز وسط كتبان الرمليه باش تقدروا توصلوا لها ما كاينش طريق كتوصل لها فريمون سي او ميليو دو با اي بدات انني دوزت في هذيك القريه اجمل وافضل 4 سنوات اللي كنعقل عليهم في حياتي ف تعلمنا بزاف ديال الامور كيفاش نتعامل مع الامور اللي عرفنا بحق النعمه عرفنا بحق الماء عرفنا بحق الاحترام المودة كنا قرية صغيرة كل شيء كيعرف كل شيء الأب كان خاص هو جوج ديال المعلمين هما اللي شادين القرية كاملة منهم الوالد ديالي حتى بقيت بالثقافة العمانية مزيان في الصغر ما يمكنش ليا نقول أنني في 3 سنين كنت متشبع في الثقافة المغربية ما كانش عندي يعني مازال بحال مشيت أون باج كنصرح فيها باش نتصرف عماني فتشبعت بزاف بالثقافة الخليجية والثقافة العمانية و العقد ديال 5 سنين تم التجديد ديالو لمدة 5 سنوات أخرى ولكن في المرة هذه تحولنا لواحد المدينة أخرى اللي هي معروفة اسمها صور دايوغ كاينة مدينة صور أيضا حتى في لبنان وبجوج هم بناهم الفينيقيين دابا نرجعو لتاريخ الحضارات ف مدينة صور عاد ولات عندنا التلفازة ولا عندنا الراديو ولا عندنا الماء واحد الفرحة لا توصف اللي كتحروا بيني وشكون اللي كتفكروا فيها بالنسبة للعائلة تصورنا مع ديك اللقطة عباري كتحرو بيني وكتصور باسكو تو سامبلومون اول مره كتحرو بيني بون اكثر من 5 سنين
فكنت حلو كتبقى تشوف فيه صافي وفرحان. فالثلاجة التلفازة هذاك لو لوكس تو هاف الكتريسيتي ات هوم وتخزن الماكلة تاكل معاها تلقاها. فهادو واحد الأمور اللي عايشهم. كنعتقد أن التجربة هذي كان عندها واحد الدور كبير في بناء واحد ملامح كبرى في الشخصية ديالي وفي الشخصية ديال خوتي والعائلة بصفة عامة. النظام التعليمي في سلطنة عمان وهذا موضوع كبير هذا الشباب معنا هو النظام كيعتمد على اللغة العربية واللغة الإنجليزية فمكاينش دراسة. فتما في عمان قريت بالعربية وبالإنجليزية فقط وكنت الأوائل في الدراسة صراحة كنت مش جيد. فواحد المرة كان قال جيت أنا أول في السابعة الأول سنة إعدادي جيت أنا أول الأول على المستوى الوطني مش على مستوى الدولة. كنت بتشوف هذا ما شاء الله في ثلاثة كنت بتشوف سنة العقد ديال الوليد في كونتراكت ديالو تيتش ريش تيرم في 1999 من وراء 14 سنة بعضهم 10 سنين في السلطنة تقريبا. رجعنا المغرب كندخل على السنة الثالثة إعدادي مباشرة هي التاسعة وكنجي من ثقافة أخرى من دولة أخرى. كنا كنجيو المغرب لكن سدي مدة 10 أيام 15 يوم في العام تقريبا وما كناش كنجيو كل سنة. فاحتكاك يلا كتشوف عائلة 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 أو طيارة رجعوا ثاني فما كانش احتكاك مع المجتمع المغربي. فملي رجعنا في 99 دخلت على التاسعة مباشرة والتحقت بالنظام التعليمي المغربي ابتداء من الثالثة إعدادي. تما الصدمة كانت قوية باش خلاها المغني المشهور لأنني دخلت على التاسعة وزعما بديت نقول سبيكينغ في الفرنسي كنعرف بونجور بونسوار وكاينين واحد وكاينين ميرسي يا عفوا وكاينين واحد دو فيرب امبورتون سميتهم كاتخو افوار لكن اشنو كيليقوا الله اعلم. المهم اللي سون لا غادي يكتشفوا التسجيل في الاعداديه كان شويه متاخر كان شويه معطل لانني جاي معطلين. ف الاوراق كيجيو من الوزاره الامان الخارجيه على العبط. فالتحقت بالقسم ديالي في التاسعه شويه معطل شهر من ورا ما بداو الدراسه. فالحصه الاولى ديال الفرنسي كندخل ليها في التاسعه من بعد جيت معطل لقيتهم بداو بواحد الدرس استاذ داخل مشى الوالد ديالو عندو شرح ليه قال لي فوالا كنا في سلطنة عمان دار الفرنسي ما بينو وبين اخر الحساب. فكبر خاطرك معاه اصبر اتسكر. اول حاجه اول درس فرنسي كندخل ليه سميتو سيبجونكتيف التاسع. فمن شنويه بكل معنى الكلمه. صعوبه اخرى النظام التعليمي في سلطنة عمان كيعتمد على الحروف الهنديه دونك واحد جوج خمسه يصيروا ديالنا النقطة هي الزيرو ديالو فالامور تختلف شوية. فكانت عندي بعدا واحد الصعوبة انني ندير غير الباساج واحد راه ديال هذه جوج ديال هذه. فهذه ما عمرني ما كملت الفرق ديال المات ولا ديال الفيزيك مش حاجة ما عارف انا فاهم لكن سا مو بخون دي طون كتاخذ ديال الوقت انني ننتقل من الحروف للحروف. وتما بحال مثلا في انتم كاملين قدامين في تلك الاعدادي اللي كان حلو مثلا شي معادله كنلقاو 2x بلس y ايكال 1 حل المعادله تما 2 زين زائد صار تساوي 1. فلو باساج اذا انت في النظام التعليمي كان صعوبه رهيبه جدا خصوصا اللغه الفرنسيه. I think that in succeeding واحد من definitions of progress عندي هو the fact that I could handle the transition وأنني ننتقل من مش عارف progress because I really touched the bottom. علاش؟ لأنه ملي كنت في السابع أنا جيت أنا هو الأول سلطنة عمان المستوى الوطني في التاسعة جيت أنا هو الأخر في قسم التاسعة سبعة في واحد اللي اسمه كحط سميتو بن عبدون في مدينة تقريبا. So you really touched the bottom after being on the top. فكان عقلت كنغوت عن حاجه خرجت لينا جيت هنا عمان عيب عليك كذا كذا فرستريشن تخرج على الوالدين شويه بالغوت. سو كنتقل من حال الى حال. And for me studies was something that I
cared about, and I still care about it. The proof that I became a teacher without knowing it, somehow. Progress had to be made, because otherwise I would stay out of the game. كما بغات تكون هاد الجيم هادي. Superior education, higher education, life, get a job, succeed something in your life. I had a test. It's either failing, نحبس بروفي ونولي بحال دوك الشباب اللي كيخرجوا من التاسعة باش نقلب على السوق اللي بغا تكون مهني مع كامل احترامي لهاد التوجهات وهاد المهن وهاد 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 الباركور. ولكن من وانا صغير I was aiming for something bigger. وهذيك الصدمة ديال الانتقال من سلطنة عمان لهنايا والشوك ديال النظام التعليمي ديك عطيني شكوك حول الأمر. ف progress never stop. التقدم هو عكس الجمود والتوقف. You stop, you don't progress. وكمل في المشروع اللي انت خدام فيه، في القرايه اللي عندك، في البيزنس اللي يلاه فتحتي، في الدكتوره اللي يلاه كتوجد فيها، في المحل اللي يلاه قلتي بسم الله وبديتي، في اي مغامره في الحياه. Sometimes we don't have the answers to all the questions, but surely the answers will come with time. And for time to flow and to come to you, you don't need and you don't have to stop. خلي كمل كمل السيرورة كمل المجال. الصعوبة كاينين في جميع الأمور. بلا ما نهضروا على الصدمات الثقافية والصدمات الحضارية، حيت سلطنة عمان واحد الدولة اللي هي متميزة عن دول الخليج صراحة، ما كنشبههمش بتاتا. دولة مسالمة، كيسموا عليها سويسرا العرب. دولة مسالمة، سياسة خارجية محايدة جدا. هاي الحرب ماذا عندها حداهم في اليمن؟ لا تسالم ولا تشارك وما كتخرج شي تصريح، ودائما عندها واحد الستاتيو، وهذا الستاتيو كيبان حتى للمواطنين ديالها. المواطن العماني مواطن مسالم محايد. فكاينه صدمه ثقافيه، لانه ملي جيت المغرب انا اول من اول الصدمات اللي خصني نتعامل معها ظاهره التسول. فاول مره نشوف بنادم كيطلب، حيت هذا المنظر ما كانش عندي في الصدمه. اول مره كنشوف انه الناس خصهم يسدوا على ديورهم والممتلكات ديالهم ويخافوا عليهم من السرقه، حيت سلطنة عمان ما كانش هذا الشيء. هذا الامور كانت كتدوز بواحد السلاسه عجيبه. فهذه هي ترانزيشن ذات نيدد تو بي دايجستد، كان خصها تتهضم شي حاجه اللي ما سهلاش. اند اي ثينك اتس اول ان ذا باث اوف بروجريس بيكامينغ وات وي ار سبوزد وات وي ار سبوزد تو بي. ما غاديش نطول اكثر من هكا، لان متاكد انه بنتو اللي كتحاول تشوف شي حوايج. ف ضروري ما غادي يكونوا تدخلات واسئله، فنخليو الباب مفتوح، نخليو لي شونج ديناميك، لانه عبد الله يتقال في الموضوع ومن تدخلات ديال الضيوف. شكرا. ما بديت كنحس براسي مرتاح وأليز مع النظام التعليمي في المغرب حتى الباك. شكرا. تسعة سانكيام سيزيام ثلاث سنين 3 years transition. كانت أعتقد أن الترانزيشن خذت 3 years. خذت 3 years بون هاو. There's only one word كان عفوا صبر. That's all. صبر and effort. دير مجهود. كان أقل ما نوع عندي مشكلة. وفي نفس الوقت تكون كتفكر. حيت كان أقل some wise words قالهم لي الأستاذ اللغة الفرنسية ديك الساعة. الله يذكره بخير. Was someone extraordinary. ماشي ديال التاسعة، التاسعة هي تاعي. أو هي. The second قال لي ولدي جدك كتهضر فرنسي. قلت لي لا. ماما كتهضر فرنسي؟ قلت لي لا. باباك؟ قلت لي لا. قال لي الدار كتهضر فرنسي؟ قلت لي لا. قال لي غتمحل. قلت لي واه. قلت لي قال لي انت ماشي في واحد الاسره ولا في واحد البيئه
اللي داس عندك تا غرومير اللي لو جورنال اي لي ديسكوسيون سون دان نيفو انتيليكتوال سي ال في ما عندكش منين غتلقح باللغه باسكو لافيرونمون ديالك ني با فرانكوفونيزي صافي الخريب كاع بلا عاديه الفرونسي كيهضر كاع ملي كاين حل اللغه باش تاخذها خاصك تعوم فيها بمعنى خاصك تبقى تسمع الفرونسي بواحد الشكل مستمر وتقرا بواحد الشكل مستمر اللي عاوني فرونسي ولا خاصهم يزوروا الضحك لان الحاجه من الحوايج اللي عاونينا فرونسي هي الحاجه اللي كنسبوا فيها وكنعيروا فيها وكنسبوا عليها ديما الحموضه سي تو جيم كي سافي دوزان على ليبوك باسكو ديتي انكور بريفاتيزي نهار ناسيوناليزاس جات عندي جو سي با سي فو رابلي واحد الماجازين كي تسمى سيغ لا دو دوزان كتحط لنا فيه لا بروغراماسيون مونسيويل تتخيل دوزان كتعلمك 25 يوم شنو غدير وداك الشيء هو البورد وما كيزملوش الاخر Parce que deuxième était géré par des pros. Et des vrais, parce qu'il était bon cher. Quand j'ai eu le magazine sur la 2, aucun type de programme. Ça démarrait à 6h du matin avec des documentaires de grande qualité. Yeah. And after that, quand j'ai eu le boîte à RIS, et le bête, Rosso Moutaharika. And quand j'ai eu le magazine الملخص للأفلام there is a movie this night what is talking about كان شنو خاطر وكان تبدا وملي كنشوف فيلم كنبقى نعاود فهادو زين كانت خدامه دائما الماتش الفور الكره كنتبع التعليق بالفرنسيه الافلام بالفرنسيه المسلسلات بالفرنسيه وعاد القراءه وعاد الاغاني ديك الساعه كان واحد الاختراع ربما تعقلوا فيه ووركمان وعلى بوكسي ديك الساعه كان ووركمان راه لا كلاس فا الوركمان والكاسيطة وتسجل ريورايتورال وتسمع فكنت كنعوم في اللغة هذا من كان من الأمور اللي سهلت عليا وأنا دابا أستاذ وكنخدم مع الطلبة ديالي وعندي واحد المادة كنقريها باللغة الإنجليزية وكنلقاو فيها صعوبات كنقول لهم ما يمكنش ليكم نتوما ما كتعوموش وسط اللغة وتمكنوا منها خاصكم تشوفوا الأفلام بالنسخة الأصلية وتسمعوا الأغاني وتقراو باللغه وواحد الريفلكس اللي ما بقاش واللي اختفى لسوء الحظ اللي هو واحد الصديق عزيز اللي تواحد بقى كيمشي يزورو اللي يسول فيه اللي سميتو ديكشنري نوت الكترونيك بيبر وان ديكشنير كيعاون بواحد الطريقه رهيبه جدا وانه ملي كيدور على راسي ما كنعرفش واحد المعنى واحد لو سونس كنمشي وكنحل وملي كنحل غالبا علاش ديكشنري زوين هو انه غالبا ملي كتقلب على الكلمه كتشوف الكلمه اللي قبل منها واللي تحت منها تستقم هذه معاك انت داخل الكلمه كتستقم هذه معاك ثلاثه ولا اربعه هذا الريفلكس هذا ما كاينش في الالكترونيك فهذه القضيه كانت كتعاون من اسباب ايضا التغلب على المشاكل الرفقه الطيبه والرفقه الصالحه good friends they are important in the process they are important بواحد الشكل رهيب حيت لكن انت مع شي باع مفلسه it's not gonna work والعام الاول ديالي ما كانوش عندي اصدقاء بزاف اللي عندها ماني فرانس اولا لانه ثقافيا سا باسي با كان خاصني مده باش نتاقلم وربما كان فيها خير هذا الامر هذا في العام الاول ديالي حتى بديت كنولي بشويه بشويه فملي كيكونوا عندك اصدقاء اللي تا هما المخ ديالهم مسطى ومهتمين بالقرايه وبالعلم ولاد دارهم والناس مربين فطبيعه الحال انت هي الانشطه ديالك اللي كدير معاهم تا هما غادي يكون فيهم خير امر واضح and ديما واحد الرغبه انني نكون واحد حاجه مهمه وكبيره في المشاريع اللي بغينا ندير سواء في الخدمه سواء في القرايه سواء المهم باغي ندير شي حاجه شنو هي الضروره مازال ما تبنيتش شي حاجه صحيحه but I'm continuing on the path what is it I don't know but I just have this feeling love it I can't explain it somehow but I'm gonna make something big happen بديت الخدمه بديت المسائل انا دابا كنلوح كنتسمو اللبنات او الحجر الاساس ديال بزاف الحوايج هنا وهنا 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 I don't know what the shape of things to come is gonna be like but it's gonna come on something but excuse me can you comment on that what is something big what meaning did it have for you because I think they want to know that It, was it just something big? Oh, I want to make noise. Fait du bruit. No, it is. What does something big mean to you? It means changing lives for better. Ah. Yeah. Changing lives
ديالي وديال الناس اللي دايرين بيا for better. I don't know. It could be a firm. ممكن تكون شركة. يمكن نكون غير عن طريق عملي كأستاذ كندير هذا الأمر هذا. So we're talking about service, devotion. Exactly. Okay. It's something that would make life of people better. كيف ما بيكون الأمر. حتى civil society commitment اللي عندي مع الجمعيات اللي أنا كنشط فيهم كنحاولوا مثلاً في مبادرة طارق بن زياد تيزي أنا نرفعوا من الوعي السياسي ديال الشباب. وأيضاً أنا حالياً رئيس ديال واحد الجمعية سميتها سمسم مشاركة مواطنة. عندنا أكبر مشروع ديالي سميتو نوابو.ma واللي هو the first online website of free and unlimited correspondence between citizens and their MPs, parliamentary deputies. So, في الموقع ديال نوابو.ma تقدر تدخل وتعزل النائب البرلماني اللي مسجل عندنا مفاعل معنا لحد الساعة 55 النائب البرلماني اللي قبلوا انهم يلعبوا اللعبة على 395 فتكليك عليه كتشوف صورته شنو كيدير اللجنة التشريعية اللي هو خدام فيها وكتطرح لي سؤال كتكتبو بالفرنسية بالانجليزية بالعربية ولكن كان انسان كاع امي كيقدر يسجل فيديو ويحطو في الموقع. ف I think that this is a commitment to make people's life better, to install democracy, accountability. أمور غتحرك إلى الأفضل. Making progress somehow. Growing things. I'm just like a little farmer throwing grains. وكتلوح البذور هنا وهنا وهنا وهنا. Waiting for the good rain, waiting for the good sun, waiting for the good wind to make the crops grow. Something like that. I don't know. إضافة بسيطة اللي كنت في سلطنة عمان وجينا المغرب. جينا المغرب اكتشفت واحد المجموعة ديال الظواهر ديال التسول والسرقة وشرائين. فبحكم ان هادو هما جوج ديال المرجعيات اللي كنعرف تو باك جراوندز عماني كالتشرال باك جراوند موروكان كالتشرال باك جراوند كومبيرينغ ذا تو كنقول ان الشعب المغربي ما مزياش لانه عندي شنو لانه عندي باك جراوند واحد سميتو سلطان العمان. الشعب المغربي ما مزياش حيت ما كنقارن مع حاجه وحده حيت اللي عندي من بعد والله خديت الباك ديالي وكملت القرايه ديالي وخدمت وجاوني فرص فين سافرت العمل وسافرت وشوف داخل المغرب راه عالم مصغر بالمناطق ديالنا والدايفرسيتي اللي كاينه كنشوف مختلف انواع الناس وتما كتعرف انه كاين مزيان كاين اللي مزيان شتي ما كنقولوا بالدارجه ديالنا بنادم حجر وطوب مختلف اللي خرج من المغرب وشوف دول اخرى في افريقيا جنوب الصحراء في اوروبا رجع في الشرق الاوسط تيسرت الامور بسبب الخبره في العمل الجمعوي انني رجعت تما كنخدم مستشار سيتو في الشؤون ديال الشباب والعمل الجمعوي رجعت تما مع الكويت ومع قطر وزارة الشباب تما عندهم لبنان فاكتشفت من ما احتكيت مع هاد الناس ومع لما نهضرو بيان سور في دول الخليج كنساكن في نفس الوقت عندك احتكاك مباشر وغير منقطع مع الثقافة الهندية والباكستانية والبنغالية والسريلانكية اللي كاينة تما. It's even more complicated. فما اكتشفت ان المغربي واحد انسان رائع جدا والثقافة المغربية ثقافة رائعة جدا ثقافة التسامح ثقافة يقدر المغربي يحقد عليك ويحسد عليك ولكن short run خليك وبدا يقدر المغربي حنا اللي حاجة وحيدة اللي عندنا شوية مبزياناش هو أنه عندنا الثقافة ديال الأوبورتونيزم الثقافة ديال الهوزة ديال الهمزة ديال الدجاج الكمونة نطير بها أيوة نقطع عينك أنت أنا غادي منك هادي عندنا مي سي با موفي ملي كتشوف شنو كيوقع في دول أخرى وفي ثقافات أخرى راه صراحة ملي غتخرج من المغرب وغتجيب واحد الندوة بحال هادي اللي غتقول إن شاء الله وفي الندوة بحالها وغطرح سؤال غادي يكون سؤال مغاير تماما من السؤال اللي طرحتي دابا حيت غادي تكون اكتشفتي أمور أخرى
غتعرف انه if you think that we have less, that we don't have much opportunities, or in fact you have many. اللي كتقارن مع عمرك خاص غير تعدد المرجعيه ديالك. دابا بعد ان شاء الله تكبر شويه كل مراعي الصحه تكتشف بعد المغرب تكتشف غير مناطق مختلفه من المغرب تكتشف واحد امور اخرى وتكتشف انه داخل المغرب there are really people with less opportunities and less بزاف الامور. اللي محتاج انني نمشيو لعند الامريكان باش نقارن مع امريكي نقارن مع المغاربه اصلا. والفهم انه شوف الله سبحانه وتعالى كيقولها كتاب الحكيم وفطرنا بعضكم على بعض في الرزق. It's life. شوف ما كاينش شي واحد غادي يدوز extreme poverty all his life. خبره تجربه ديالي وخمسه ديال الفرق جاب ما كاينش شي واحد غادي يدوز extreme wealth all his life. Life is a sinusoidal path. كي قراو العلوم الفيزيائيه سنفاكو سينسويدال كي طلع كيهضر. مرة عندك، مرة ما عندكش، مرة ميسر، مرة مخنوق، مرة you have money، مرة you don't. Life goes on. هي مراحل، وفي مرحلة اللي كتقول إنه ما عنديش، قتجمع آخر غادي يكون فيها عندك، أمور ترجع ما عندكش، أمور غادي يكون عندك. That's life. You learn أن الأمور تبقى غادي يبدل هذه المسائل هذه، وبتصير as it goes. And it all goes. So no fixed position for الأمور. Everything changes with time. And maybe with Donald Trump, the head of the U.S. hierarchy of power, maybe we're going to assist in 10 or 20 years a very viral and strong migration movement from U.S. to Morocco in the years to come. There are no guarantees. By the way, there are no guarantees. And I'm going to be the same person I am right now if I haven't spent my childhood in South Africa for a while. That's for sure. لأن كل تجربة في الحياة كتخلي واحد البصمة ديالها على الشخصية ولا الأفكار ولا المعايير الأخلاقية ولا النظر للحياة ولا بزاف الأمور. ف of course we have no control over some things. ما عندكش. You go through them, you experience them and they make you who you are. شوف سبحان الله المكوث ديالنا في سلطنة عمان لمدة 10 سنوات الأمور اللي تعلمت أولا بعد الغنى الثقافي حيت أن في سلطنة عمان ما كانش على العمانيين جنسية كما بحال دول الخليج عندك بنغلاديش الهنود الباكستانيين فكنا كنخرجوا الزنقة كنلعب مع وليداتهم كنباتوا عند بعضياتنا كل مرة عند الدار فغنى ثقافي. هذا الغنى الثقافي والغنى اللغوي لأنني جبت معايا العربية والأونجلي من سلطنة عمان مزيان بزاف فرنساوية هنا هاد الأونجلي اللي غتوقف معايا بواحد الطريقة رهيبة جدا في الصعود المهني ديالي في الخدمة الأولى ديالي والخدمة الثانية الأونجلي كانوا من الأسباب اللي خلوني علاش تخاليت وهي فاش بديت التجربة ديالي في الموارد البشرية في الإتش آر في هيومن ريسورسز لأنه الشركة الأولى اللي خدمت فيها شركة دولية ومن الامور اللي سهلت عليا نحضر الميتينغز and to advance in my junior professional career at the time it was English. English had been something maybe I would be good at as good as it wasn't in سلطنة عمان. الباساج ديالي في عمان هو اللي خلى انه طور فيا بزاف ديال الحوايج اللي كيعاونوني اليوم من هدف كل راحة. واحدة من الخاصيات ديالي عاودت ثاني ربما maybe my wife here can, Miriam can confirm that, because Juliet, you don't panic so much. Yes. فملي كتوقع شي مشكلة ولا شي كارثة ولا شي موقف اللي غالبا كيكون شوية كيزعزع كان بكم باوة. كنت بتلعب شوية. I just know the expression. I'm sorry. Ah, become power. Become power. Yeah. Wow. This is a conference of one. So the expression become power was like the one of the greatest German players ever. Soccer player, and he was like the captain of Western Germany.
And he was a great defender, playing defense, and his style was quiet, calm. Beware of the sweeping water. Oh, we have a soccer lover here. Yes. and so when we say for something big and bad, someone who slows down the game, thinks really carefully, don't play very, someone's taking his time in building actions. فهذا الأمر هذا كان تسقط بأن تجربة ديال السويح زرعات الخليجية شي حرف طريقة الشخصية ديالي حيث السويح شي مرة تبغى بغيت شي مرة أضحكوا شوية كون جيت المغرب وعلى مشيت السويح كنت غنمشي غنتمنى نشوف شي جوج ديال الضعبة نتمنى نشوف شي مضاربة نتمنى نشوف الصداع الغوت شي حاجه الهيلاله ما كاينش هادشي راه السويح ديال السيتو السويح كان واحد الهدوء رهيب واحد الصمت واللي واحد الصمت الا طولتي فيه شويه ربما يؤدي الى الحكمه واحد الناحيه فهاد الامر هذا كان صافي كيكو شوز في الشخصيه ديالي اللي اليوم هي من 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 السمات ديالي انا فيس ات دوز هاف ان افكت اند اي وود بي ذا سيم بيرسون that I am today if I haven't been to Sultanate of Oman. هذا أمر لا غبار عليه ولا نقاش فيه. كل شيء كيتسرع. وعدم الحكم على الثقافات وعلى المظاهر. لأن سلطنة عمان اللي كنا كنباتوا عند بعضياتنا كان آخر واحد مرة كنا كنبانوا عند شيفان الهندوسي كيصبح على 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 رادا وكريشنا والعافية والطبعة ويتعبد شوية بهذيك النار ومرة نباتوا عند أردني صديقنا ومرة نباتوا عند الياباني بتمثال ديال بودا ومرة نباتوا عند فكبرت في واحد البيئة ديال التسامح زعما واحد الغنى مهم جدا اللي هو أيضا التوعي الثاني كيخلي في واحد الحاجة في الشخصية ديالك من بعد اللي كتكبر ف everything is linked ما غاديش نكونوا في الديترمينيزم ولكن غادي نكونوا في أنه شوف الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم إذا خرجت الصباح عندي السيارة ديالي ديماريت شديت الطريق درت كسيدة وقعت شي آفة إذا الكسيدة وقعت بسبب السائد الفران العجلة عيالي الحالة الميكانيكية للسيارة صعيب علي أنني نقول بأن الأمر قضاء وقدر بعد الأمر أنا مكتوب الله مسير فيه لا It's my fault. خطا ديالي الحاله الميكانيكيه ديال السياره محسوبه عليا انا مخير فيما اعلم وهذيك الحاجه انا عندي عليها لا مان وعندي عليها الكنترول وعندي عليها التدخل اون ذا اذر هاند الى ديماريت سيارتي وخرجت الصباح باش ندير الطريق احترم الامور ويقاتي ناضي طوموبيلتي ناضيه كلشي مزيان ما عليا والو وسائق متهور جاو هو اللي خلق الانسان وضربني من الدور ضربني من الجن وتسبب لي في الافه أنا مسير فيما لا أعلم. This is something that قضاء وقدر. مكتوب الله. مكتوب الله هذيك الساعة. مكتوب الله ماشي ملي حنا كنديرو هذي دراستنا. مكتوب الله هذيك الساعة. نحن مخيرون فيما نعلم، مسيرون فيما لا نعلم. والمشي العمال إي وزا 3 years old. This is where I joined the ideas of. So many wise people. And the goods of that was shared just right now, my body. ليك السوق الدوار بويا سوق الدوار تاع الطوموبيل غادي في باراسويت كاين الدوار بزاف تما شفور so the only healthy and rational reflex is that you slow down because you have no visibility you're on the site ما كيبانش ليا فين غير فين هذاك لافيرونس لو روبير اي دون سيز سي سلو داون تشيك ام اوت يو سلو داون على حساب الرانج اوف سايت يو هاف ات ذا رانج اوف ذا سايت يو هاف اكوردنج تو ات شود بي اولسو ذا سبيد باي ويتش يو جو ان لايف عندي الرؤية واضحة I can go faster
know where I'm going. Take it easy. على حساب الرؤية ديالي، على حساب السرعة ديالي. It's like driving a car. طريق واضحة كلشي باين هنا في الكروز 120. ضبابة، هبط كادريان، سيب شوية عليك. الضبابة خلعتك، لكن واحد القضية كيعرف الشوافية مزيان. كتلصق ورا شي ربوك. حيت ربوك، big trucks. Because they're high, they have a better sight than you have in your small car. So you stuck behind a big truck and you follow the lead. They have the interest of having a mentor. They have the interest of having a mentor. Someone who would show you the way somehow. Someone who would drive you through times of fog. Yeah, and someone who have enough wisdom to see above the fog and see the clear things and tell you, just stay behind me, I'm gonna drive you through the things. But you're still driving your car. Ramishin Mot Asistana is not driving your car, you are driving your car, I'm just following the lead. But it's still your own vehicle, your own purpose, your own things. And when the fog disappears, اش كيدير من الرموك؟ كيدير لك السينيال علمي بمعنى كوا سيف. Now you can go. So إلا ما عندكش الغوبير، إلا ما عرفتش فين كاين الغوبير، slow down and find a wise person in your community, a wise person in your family, a wise friend, someone to which we can go through in times of trouble to seek counseling, to seek wisdom, to seek insights, to seek breakthroughs, sometimes to seek nothing, just silence, peace. Peace because it's too much noisy in my brain. I have too much ideas firing, mixing inside my brain. I don't see clearly anymore. So that's the advice I can give about your question. واكثر من ذلك ان المرجعيه عندنا في المغرب هي اكثر تخليطه من المرجعيه المشرقيه. والامر ممكن حتى في الدستور المغربي بالروافد الاسلاميه الافريقيه العربيه الصحراويه الحسانيه اليهوديه. فالروافد عندنا كثر ولي غوبير عندنا في المغرب كاينين كثر. و الترانزيشن اللي كنمروا منها حنايا عندنا دي فاكتور كيعاونوا فيها وانه هو هذا الغنى اللي عايشين فيه اكثر من دول اخرى. ف ملي ما كتبقاش عارف كتحس بواحد كاينه واحد شحال امين معلوف اللي زادو الطينه الخياع ملي كتحس بهذاك الشرح انه كاين نصيحه لا تقدم على اي مشاريع كبرى في حياتك حتى تحل هذه الصوره. لانه ما يمكنش لك الديماج ولا ما كاينش امه او دوله او شعب او انسان قطع اشواط وحقق انجازات عظمى وهو مازال عايش تحت ازمه هويتيه كبيره. ما كاينش هذا الامر. هذا خصو يتحل. باش كيتحل؟ كل واحد بطريقته. There is no recipe. There is no recipe. It's not rational. It's not so much about the game. Sounds exact and to boom as a hero then cut what I'm so and I know who I am and I know what I'm gonna do in life and I know. هو واحد المسار حياتي كيدوز به كل انسان بطريقة خاصة. من أهم كما قلت بهذيك الأنالوجية السوقان find a mentor, a leader, a wise person, but keep driving your own vehicle. I'm مسؤول على اختياراتك ومسؤول على مسائلك. إذا كان شيء إضافة أخرى نقدر نضيفها في إطار البحث عن صورة أفضل ووجهة أفضل واتضاح صورة الرفع من معدلات القراءة ديالك. الرفع من معدلات القراءة. الرفع من الرصيد المعرفي. الرصيد المعرفي الرفع دياله بصفة دائمة ومستمرة كيعاونك أنك تحل هذا المشكل الهوياتي في طرف وجيز. معدلات القراءة وكنعرفوا الإحصائيات
وخرجت من عند وزارة الثقافة هي حصر هذه من بواحد شهر أو ثلاث شهور معدلات القراءة في المغرب عارفين شحال؟ جوج دقائق في العام المغربي كيقرا جوج دقائق في السنة ربما تكون عاوزة واحد المور الورقة ديال الضوء مي كيقرا شي حاجة بعدا جوج دقائق في العام رفع معدلات القراءة أمر مهم جدا لأنه ملي كنقراو المفكرين وكتاب وناس أصبح أنه الحل واحد إشكاليات كبيرة كنمروا منها هوياتية وفلسفية وأخلاقية وكل شيء راه كاينة في الرف وكاينة في واحد أربعة الصفحات وواحد الكتاب مغبر مسدود عليه في شي بلاصة. It's there where you find a glimpse of الحل اللي كاين عندك. وعلاش القراءة أهم من المشاهدة؟ حكم أنه عندنا واحد العدد ديال الشباب هنايا وأنا أستاذ والقضية اللي كنديرها مع الطلبة ديالي سي بوعيد غير فاهم. كنقول الشم اللي كتهز ورقة وكتقراها أحسن من أنني نشوف وثائق. واحد الجلسة ندوة ثقافية رائعة جدا تكلمنا فيها على موضوع الشباب والتقدم لا جونيس إلو بروغري فطرقنا الموضوع من عدة مجالات وكان تفاعل رائع مع الجمهور والجلسة كانت جلسة فكرية دسمة بامتياز لأن الموضوع متشبك ومترابط وخصك تناوله من جوانب عدة صراحة كنت سمع كل خير على الجمعية ملتقى الحضارات اليوم جتني فرصة أنني تعرف عليها عن قرب على الناس ديالها وأعجبت كل الإعجاب بالدرجة ديال الوعي والنضج ديال الناس ديالها ديال العمل ديالهم ومتأكد بأنني ما غتكونش آخر مرة مع جمعية ملتقى الحضارات غادي نطمح أنني نعاود نجي ونجلس معهم ونستافد من التجارب ديالهم والخبرات ديالهم والمغرب في حاجة للجمعيات اللي كتهز الهم والقريحة ديال الرفع من المستوى ديال الوعي والمستوى الثقافي ديال الشباب بصفة عامة وكنشكرهم على الاختيار ديالهم الأطروحة ديال الشباب لجونيس اللي غادي يخدموا عليها طوال هذه السنه المقبله كامله لان واحد من اكبر الرهانات ديال التنميه ديال البلد ديالنا هو الشباب ديالو فاذا خدمنا معاهم وقفنا بيدهم فما غادي يكون الا الخير بالنسبه لمستقبل التنميه في بلادنا.